بسم الله الرحمن الرحيم. من ساحة الأحرار في كربلاء المقدسة يوم 21/3، أنا محمد كاظم الولد اللي صارت عنده بعض الأعراض البسيطة وخابرت على خلية الأزمة، صار عندي شك إنه بيها كورونا، خابرت على خلية الأزمة، أجت خلية الأزمة، رحنا للمستشفى سويت تحاليل وفحوصات إنه ما بيها شيء ورجعت للساحة، فما يحتاج هذا التهويل والترهيب للعالم. أترجاكم وسائل الإعلام والسوشيال ميديا إنه ما يهولون الموضوع، موضوع بسيط، سويت فحوصات ورجعت للفلكة، كل شيء ما بيها أنا موجود وباقي. السلام عليكم شبابنا في كل محافظة العراق، بخصوص الخبر اللي يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات بوجود حالة مشتبه بها بفيروس كورونا داخل فكرة الأحرار في كربلاء، خبر كاذب وعار عن الصحة. فعلا أكو شخص جاء من بغداد البارحة أو اليوم الصبح، اتصل بال104 وقال هنا مثلا أنا جيت من بغداد وأريدكم تجون تفحصوني، وجوا الشباب داعة الصحة ما قصروا، أخذوه فحصوه وقبل ربع ساعة رجع وانتهى الموضوع. لا تحالوا ولا هم يحزنون، احنا عايشين برحمة الله.